القلب هو العضو الرئيسي في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم. يعمل القلب على مدار الساعة دون توقف، مما يجعله واحداً من أكثر الأعضاء حيوية. ومع ذلك يمكن أن يتعرض القلب للعديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض الشرايين التاجية، ارتفاع ضغط الدم، والقصور القلبي. هذه المشاكل قد تؤدي إلى اضطرابات في عمل القلب، مما يؤثر على صحة الإنسان بشكل عام. لذلك من الضروري الحفاظ على صحة القلب من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة، ومراقبة العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة. في هذا الفيديو من قناة عدسة سنتناول بعض العلامات التي قد تشير إلى مشاكل في القلب، والتي قد تستدعي الانتباه والعناية الطبية. العلامة الأولى: ضيق التنفس المتكرر. إذا كنت تعاني من ضيق التنفس المتكرر دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على ضعف في وظائف القلب. يمكن أن يحدث ضيق في التنفس بسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال إلى باقي أجزاء الجسم، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين ويصعب التنفس. العلامة الثانية: التعب والإرهاق الشديد. التعب المتكرر والشعور بالإرهاق حتى بعد بذل مجهود بسيط قد يشير إلى ضعف عضلة القلب. عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة، فإن الجسم يحصل على كمية أقل من الأكسجين، مما يسبب الشعور بالإجهاد. العلامة الثالثة: ألم في منطقة الصدر. خاصة عند الشعور بضغط أو ثقل في منطقة الصدر، قد يكون علامة تحذيرية لوجود مشكلة في القلب، مثل الذبحة الصدرية أو حتى نوبة قلبية. هذا الألم قد يمتد إلى الذراعين، الكتف الأيسر، أو الفك. العلامة الرابعة: تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب. إذا كنت تشعر بأن ضربات قلبك غير منتظمة أو سريعة بشكل مفاجئ، فهذا قد يشير إلى اضطرابات في كهرباء القلب، مما قد يكون علامة على مشاكل في الأوعية الدموية أو الإصابة باضطرابات في ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني. العلامة الخامسة: تورم في القدمين أو الكاحلين. يمكن أن يكون التورم في القدمين أو الكاحلين نتيجة لتراكم السوائل في الجسم بسبب ضعف في وظائف القلب. عندما يفشل القلب في ضخ الدم بشكل كاف، قد يتجمع السائل في الأطراف السفلية، مما يسبب الانتفاخ. العلامة السادسة: الدوار والإغماء. الشعور بالدوار المتكرر أو فقدان الوعي يمكن أن يشير إلى انخفاض ضغط الدم بسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم بفعالية. هذه الحالة قد تحدث بسبب انسداد في الشرايين أو مشاكل في صمامات القلب. في الختام، إذا كنت تعاني من واحدة أو أكثر من هذه العلامات، فمن المهم استشارة الطبيب على الفور. التشخيص المبكر والعناية الصحية المناسبة يمكن أن يحسن من جودة حياتك ويحافظ على صحة قلبك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة للحصول على المزيد من النصائح الصحية. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.